خلاص. المنطقة السكنية تعتبر يعني من أكثر الأماكن في منطقة قوم الدكة اللي تم استخدامها أو استمرارها على فترات قرون طويلة جدا. المنطقة السكنية دي زي ما بنقول هي عبارة عن مجموعة من الهاوسز، وهي بالنسبة للعالم القديم فيري سبيشوس، يعني تعتبر هاوسز كبيرة وتقع على الستريت اللي احنا شايفينه دوت، على شارع المفروض ان هو شارع بيفتح على مجموعة من البيوت. والهاوسز دي بترجع برضه للقرن الثالث وتم استغلالها لغاية القرن السابع، اذا استمرت خلال العصر البيزنطي. اوكي، وبعد الايرث كويك اللي حصل تم اعادة بناء هذه الهاوسز، ويقال ان تم كان بيبقى جنبها او ملحقة بيها كيتشنز، ملحق بيها اماكن لطحن الغلال، وملحق بيها بعض الايه الوركشوبس، الاماكن اللي هي بنقول عليها ايه دكاكين الحرق. خلاص، فاذا هي كانت لاشخاص لهم صيت او لهم برستيجس بوزيشن في اسكندريه، بالاضافه ان هي كان فيها محل للعمل بتاعها. المكان دوت يقال ان هو كان من افضل الفترات التاريخيه اللي مرت بيه فتره عصر هادريان، لان فتره عصر هادريان كانت بتتميز بالرخاء الاقتصادي ايه الشديد، وطبعا من افضل الفلل او الاماكن اللي احنا هنزورها وافضل البيوت اللي احنا هنلاقيها هو البيت الصغير اللي هم عاملينه بالازاز ده، شايفينه هو ده فيلا تيوب. بعض الاسكورس بيقول لك عليها فيلا الفا، خلاص اشاره ان هي يعني ايه نمبر 1، يعني ايه من ضمن البيوت ديت كلها. وهو بيرجع للعصر البيزنطي، الهولز نفسها عصر روماني، واعيد الكوتينج بتاعها خلال العصر الايه البيزنطي. وزي ما قلنا ان المكان تم فيلا اوف ذا بيردز بالذات تم ترميمها من خلال المنظمه الدوليه تبع الامم المتحده الانترناشونال ستيتس اوف ديفلوبمنت اللي هي USAID، بالاشتراك مع وزاره السياحه والاثار، وتم افتتاحها. وعلى فكره هنلاقي فيه كده بقى مجموعه من منازل الفسيفساء المختلفه، اوكي، اشهرهم الفسيفساء اللي عليها شكل الطيور، عشان كده بتسمى بفيلا الطيور. اوكي، يبقى here we can find we will end our tour today with the habitation quarter. The habitation quarter was used during the Roman times till the Byzantine period. This quarter houses different houses of wealthy people. Spacious rooms are discovered, found on one axis of a street, and it was having or witnessing a prosperity or an aqua period of prosperity during the Roman Emperor Hadrian. After the earthquake which happened, these houses were rebuilt with having workshops. So it began not only a place for the habitation quarter, it was also a quarter for industry, because of having places of a of workmen of workshops during that period. Also, these houses were annexed, or different kitchens, traces of kitchens were discovered, and places for grinding the different grain, لطحن الغلال. One of the most perfect and well-preserved examples of these houses is the Villa of the Birds. It was developed and conserved by the United States Agency of International Development, the USAID, and also with the Supreme Council of Egyptian Antiquities, and it's sometimes called by the scholars the Villa Alpha, and it was called Villa of the Birds because of the magnificent mosaic pavements of different shapes, especially the one which is depicting different types of birds, as we will see now. Okay?